اختلفت القصص والحكايات هنا، لكن الهم مشترك. لا ماء، لا دواء، لا كهرباء، فالحرب متعبة. فيش كهرباء، فيش مية، يعني صراحة كتير كتير تعبنا من هذه الحرب، ونتمنى وبنطالب أنه تصير هدنة إنسانية يعني عشان نرجع لبيوتنا. أما هنا يجتمعنا على فكرة واحدة، الخوف من أمراض قد تحل بأطفالهن. والله لو ضل الوضع زي كده حرام حتحصل كارثة إنسانية في المدرسة. الطريق مسدود من خلفهم، لا خيار، نزحوا، فالشفاء لم يعد يشفي. رحلوا ولو مؤقتا، حاملين مستقبلا على أكتافهم. لم يعد بيدهم حيلة. خسرت البيوت وانهدمت البيوت على رؤوسنا، وإحنا ما ظلناش قاعدة في الشمال، إحنا ظلنا صامدين 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 لآخر مرحلة. يدفع هذا الشاب بكامل قوته، لعل الطريق يقصر، على مسنة ترتدي زيها التقليدي. تركت منزلها لكنها لم تترك هويتها. في طريقهم جنوبا وبشهادة أحد النازحين، تعطرت عرباتهم بجثث ضحايا بقيت في الشوارع عقب ضربات إسرائيلية. لقيت الشباب هذول في السيارة جوا، السيارة مفيش فيها سيارة يابا. لقينا شهداء، خمس شهداء معهم حرمة واحدة، معهم حرمة تمام، واربع شهداء مقرطين على الأرض. أطفال أنهك الانتظار عزمهم، ونظرات تتمنى لو أن الفرج يقترب ولو أمل. إياد حمود، العربية.